السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيف يشتغل الباراميتر مع الارجيومنت مع بعض؟ الفانكشن لما يتم منادتها كل الباراميترز لهذا الفانكشن حيعمل شو؟ حيعمل variables، حيعمل create as a variables. الvalues لكل argument حيتم استنساخها عن طريق ماذا؟ عن طريق تشابه في الparameters، يعني أي شيء يشابهها في الparameters. أوكي، الargument مين يشابهها أو مين يقابلها في الparameters حيتم النسخ. أوكي، القيم اللي تحملها. فبهيك حالة هذا النوع من البروسيس، نوع من العملية بنسميها بالpass by value، التمرير عن طريق القيم. اوكي، كيف اني خلونا نشوف هنا. فور اكزامبل في عندنا هنا void print value init x init y. اوكي، هذا الفانكشن عنده تو انتجر، شو باراميتر ولا argument؟ باراميتر. احدهم من هذه البارامترات هي x والثاني هي y. اوكي، هذا احنا متفقين عليها. الفاليوز قيمهم احنا كيف نحددها؟ الفاليوز هذا اللي هو للx والy حيكون حيتم تمريرها عن طريق منه؟ عن طريق المين اللي هو الكولر اللي هو حيقوم بمنادات هذا الفانكشن. اوكي، فاذا الفانكشن لما يتم مناداتها print values لما اكتبها في داخل المين، بمعنى انه انا اقوم بمنادات هذا الفانكشن، هذا الفانكشن لما يتم مناداتها حيلاحظ انه هو عنده two argument، 6 7. اوكي، خلنا نعمل هنا run launching binary not found. لانه احنا ما عملنا build. احنا نعمل run. يب، that's it. 6 7 عملنا print. This is great. Oh my god. زين، لما احنا نيجي عندنا print value يتم مناداتها من قبل المين مع الارجيومنت 6 و7، لاحظ انه تم طبع 6 و7. البرنت فاليوز باراميترز الاكس حيتم خلقها وحيتم تعيينها بقيمه ماذا؟ بقيمه 6. والبرنت فاليوز الباراميتر واي حيتم خلقها وحيتم تعيين لها منه رقم 7. اوكي، نمبر 7 حيتم تعيين لها. فالريزلت حيكون بهذه الحاله 6 والآخر حيكون 7. يعني just like كيف أعملها؟ تو 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 تو. أوكي، هذا هنا أنا كيف أفسر لك إياها؟ like what؟ لاحظ هنا أنا من يجي باوع أنه هذا رقم 6 argument عنده، هون بيجي print value يشابه يقارن نفسه مع print values الفانكشن، هيلاحظ انه الستة المرتبة الاولى هي مع من تماثل؟ تماثل ال init x، صح؟ اذا حيقول init x equal to 6. اوكي، وحيجي مرة اخرى يشوف السبعة وحيقارنها مع هذا الفانكشن، حيقول init y equal to 7. that's great. فبهيك حالة حيطلع لك 6 و7، صح؟ تمام، باستخدام كلا الباراميترز وبإرجاع الفاليوز ممكن انه انت تكريت تعمل كرييت تعمل خلق للفانكشنز. هذا ايضا انه انت ممكن الداتا تاخذها على شكل انبوت وتعمل كالكوليشنز في داخلها وترجع القيمه لمن؟ للمين مره اخرى او للكولر اللي احنا نسميها. خلينا نشوف الفانكشن الثاني او ابلكيشن الثاني. هذا نعمله كومنت، ننزل للاسفل، في عندنا هون واحد اخر comment out. زين، هنا بنلاحظ انه احنا في عندنا function اللي هو add init x init y. الفانكشن add حياخذ قيمتين اللي هو integer كباراميتر وحيرجعها الريزلت على شكل sum. اوكي، اللي هو return x plus y. الفاليوز لكل من x والy حيتم حسابها عن طريق من؟ عن طريق الفانكشن. الفانكشن من هو؟ الاد. جميل، المين هون ايش راح يعمل؟ حياخذ نو باراميترز. طبعا هنا المين فانكشنز ما يحتاج لها باراميترز، لكن هنا احنا بس فقط مجرد راح نضيف الفانكشن اد وحنعطي له قيمتين 4 5. بعد ذلك عندنا هنا الريتيرن 0. خلينا نعمل ران. احنا عملنا كومبايل، حيعمل كومبايل مره اخرى اكيد نقول له يس 9. بيرفكت. زين، بهيك حالة الفانكشن add لما يتم منادات عليها الباراميتر x حيتم تعيينها بمن؟ الشاطر يجاوبني.
رقم 4. اوكي، والباراميتر واي حيت واي واي اوكي، والباراميتر واي حيتم تعيينها بالفاليو 5. الفانكشن اد اوكي، خلونا اعمل بوز وارجع لكم. ورجعنا لكم مره اخرى. طبعا هذا يتصلون بي من الشغل، هاي مارتن يتصلون بي من الشغل، ده يعطون تاسكات كثيره ما شاء الله، بس هسه لا الحمد لله، يعني ظهر الحق وزهق البطل. المسؤول مالتي من مصر بيراسلني وبيقول لي محمد انت بتشتغل في الويك اند ليه؟ واشتكيت له على طول، كتبت له جريده واشتكيت له، قلت له الحقني يا ريس. المهم مع ذلك يعني بيدزولنا هلقة شغل، بس مع ذلك انا لازم اعطي التوتوريالز فري، لان اعرف في ناس كثير بتنتظر دوره سي بلس بلس. اني واي نرجع، فلما يعمل الفانكشن اد يتم مناداتها، الباراميتر اكس حيكون اساين مع من؟ مع الفاليو 4، والباراميتر واي حيكون اساين مع الفاليو 5. الفانكشن اد بعدها حيقوم بتقييم هاي القيمتين اكس بلس واي، ايفالويتس اوكي، اللي هو بالنتيجه حيظهر الفاليو 9، وحيرجع مره اخرى، حيعمل ريتيرن، لان احنا طلبنا منه هون انه يعمل لنا ريتيرن، صح؟ عفوا، اذا بهالحاله حيرجع لنا للفانكشن، لمن حيرجع هذا الريتيرن؟ نقطه، هذا الريتيرن حيرجع لمن؟ حيرجع للمين. اوكي، انتبه، حيرجع للمين بقيمه 9. المين شو راح يعمل؟ حيطبعها، ذاتس ات، حيظهر بالسكرين. الاوتبوت كان بيظهر قديش؟ كان يطلع لنا 9. جميل جدا. خلينا ناخذ اكزامبل اخر، ننزل تحت، بس قبل ننزل تحت هذا لازم نعمل كومنت. اوكي، ننزل لتحت. كي 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 نرتان ماوس وايرلس، هذا الماوس وايرلس هم صار فيه مشاكل. اوكي، خلينا نعمل هذا ان كومنت. اوبا، فاذا عندنا اي او ستريم. اوكي، في عندنا فانكشنز، لاحظ ان انا بنعمل اد اوكي، وبيعملنا ريتيرن لاكس بلس واي، وهنا بنعمل مالتيبل اوكي زد في دبليو، وبيدخلوا وين؟ بيدخلوا في المين. يعني تو فانكشنز فيري سمبل، كلش سهل، انت اد انت مالتيبلاي. الاد حيعمل عمليه الجمع عند تو ارجيومنت، المالتيبلاي عند تو ارجيومنت، بالريتيرن بيعمل عمليه الضرب، هنا بالريتيرن بيعمل عمليه الجمع. جميل جدا، سهل الفانكشن. هنا في المين شو الاشياء اللي موجوده؟ بنلاحظ انه هو في البدايه بيعمل كاونت سي اوت للاد، بنضيف رقمين الأربعة والخمسة، بالمالتيبلاي بنعمل الاثنين والثلاثه، ذاتس جود. بمعنى بهيك حاله اذا فسرناها ثيوري نظريا، حتكون هنا الفانكشن اد شو اللي راح يعملها؟ راح يعمل الاكس يساوي 4 والواي حيساوي لنا 5، اذا النتيجه حتكون 9 نفس السابق. المالتيبلاي نفس الحاله، هنا بهيك حاله راح يعمل حيرجع للفانكشن مالتيبلاي، حيتم تقييم الارجيومنتس مع الباراميترز. الزد حيكون من هو 2، والدبليو حيكون هو 3، like this okay. حيكون 3، بيك حالة حيكون النتيجة عندك قديش؟ Z في W حيكون 6، صح؟ هنا بنعمل شيء آخر، هنا احنا شو اللي راح نعمله؟ ممكن انه احنا نعبر، نعمل pass لقيم على شكل expressions، تعابير، اوكي؟ يعني بنعملها هون 1+2 فارزة 3+4، اوكي؟ فبهيك حالة، بهيك حالة كيف راح يدخل للفانكشن؟ الواحد زائد 4 واحد زائد 2 اوكي، الواحد زائد 2 لما يدخل على الفانكشن اد الاكس حيساوي لك 1+2، اي بمعنى الاكس حيساوي 3، متفق عليه. الواي الباراميتر الثاني الواي حيكون 3+4 حيكون 12، اذا بهكذا الحالة 3+12=15، رايت؟ أضف إلى ذلك، لاحظ هنا ممكن أنه إحنا نعبر value لvariable، يعني أنه إحنا نذكر هنا int a يساوي 5، بعد ذلك نعمل see out at 5 ال a مع ال a، تمام؟ فبهيك حالة ال function add شو راح يقوم؟ راح يقوم بعملية 5+5 حيكون 10، 10، لاحظ كم هي جميلة، أوكي؟ نفس الحالة بالنسبة للmultiple، لاحظ هنا هون شو اللي إحنا بنعمله، أوكي؟ ايضا بنعمل evaluate، بنعمل واحد اوكي فارزه، الفانكشن وضعناها في داخلها،
لاحظ هون function وضعنا في داخلها. اوكي او عفوا سبقناها بfunction. اوكي this one. لاحظ هنا بشو بنعملها؟ بنعملها بننادي على الفانكشن add. اوكي لكن في داخل الفانكشن add لاحظ شو اللي موجود؟ موجود رقم واحد اللي احنا قمنا بتعيينه هذا كargument. لاحظ هذا الargument من هو؟ function. يعني ممكن الargument يكون function بحد ذاته multiply. اوكي فالتقييم شلون راح يكون؟ راح يكون واحد للاكس او للزد فور اكزامبل وهذا دبليو. اوكي المالتيبلاي للدبليو فحر يكون واحد زائد اثنين في ثلاثة. اوكي بالنسبه للفانكشن الاخر ممكن استخدم نفس الفانكشن في داخلها كارجيومنت. اوكي يعني اد بين قوسين واحد فارز اد اثنين وثلاثة. اوكي فبهيك حالة القيمة اللي حتكون ايش راح تكون؟ تكون بشكل واحد زائد اثنين زائد ثلاثة. اوكي بس كيف الاثنين والثلاثة حيتم جمعهم بعد ذلك يتم جمعهم مع الواحد. هون نفس الحالة حيتم الملتبلاي بعد ذلك حيتم جمعها مع واحد. اوكي لان هذا فانكشن داخل هذا الفانكشن فيتم هذا تنفيذها بعد ذلك الخارج. اوكي خلونا نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامة.